محمد علي واحد من الشباب الملتزم اللي في تانية ثانوي اللي يمكن عنده موهبة شعرية. خلونا نسمع محمد علي النهاردة. اتفضل يا أستاذ محمد. جالي خبر بالوفاة، قلت مين؟ قاله هو مين؟ قال أبوك. قلت إيه؟ قاله مات. روح هربت من مكانها والسكوت عم المكان، نبض قلبي زاد بسرعة والذهول على الوش بان. أبويا إيه؟ ده لسه سايبه ومفيش، هو ينفع يمشي وما يقوليش؟ طب هي روح لو بعدت عن جسمي ازاي اصلا اعرف اعيش؟ هي روح لو بعدت عن جسمي ازاي اصلا اعرف اعيش؟ رحت جاي عشان اشوفه والكلام ما يكونش صح. شفت خلق وناس كتيره وصوت دموع بيقولوا لي ابوك مات وادعي له مفيش رجوع. قلت بس اسمعش صوت، ده كان تعبان شويه خليتوه يموت. دخلت جوه وشفت امي، من عينيها عرفت اني بقيت من غيره في الحياه. رحت يابا فوتني في الدنيا دي وسبتني بعدك لمين؟ رحت يابا فوتني في الدنيا دي وسبتني بعدك لمين؟ مش مصدق انك رحت مني، كنت عيني وكنت ضلي كنت روح ما غابتش عني. يا ابويا خلاص مش هشوفك تاني. يا ابويا السنين مرت بسرعه وما شبعت منك. ابكي يا عين، ابكي يا عين، ده اللي راح كان وتد، ده اللي راح كان سند، ظهري اتكسر. صدق انك رحت مني، كنت عين وكنت ضلي كنت روح ما غابتش عني. في ضحكتك كنت بشوف جمالي، بدعوتك بيتصلح حالي، بقوتك بيتغير أحوالي. كل ده راح، فراقك يابا صاب جراح، أفراح الدنيا ما تلمه. والله لو عشت عمرين على عمرك ما يكف وجودك واللمة. والله يابا في بعدك شفت الذل من القريب وغريب ومن الكل. والله يابا لو عشت عمرين على عمرك ما يكف وجودك واللمة. نفسي تجيلي في المنام، هو انت ليه ما بتجيش؟ ما وحشتكش؟ طب انا كل يوم بشتاق لك انت ما بتشتاقش. مش قادر اكمل في الحياه من غيرك، كنت الميه وكنت بيرك، كنت الدواء وكنت مريضك، كنت والله ما قادر اقول كنت. لاني بضحكتك كنت بشوف جمالي، وبدعوتك كان بيتصلح حالي، وبقوتك كان بيتغير احوالي. كل ده راح، فراقك يابا صاب جراح، أفراح الدنيا ما تلمه. والله لو عشت عمرين على عمرك ما يكف وجودك واللمة. الله عليك، الله عليك. طب ما فيش حاجة فيها تفاؤل؟ عاوز حاجة فيها تفاؤل؟ أنت خلتني تعبت نفسيا والله يا أستاذ محمد. عاوز حاجة فيها تفاؤل بالله عليك. لا حاجة فيها تفاؤل. من زمان سنة 2000 كان عندي من السنين 9. من زمان سنة 2000 كان عندي من السنين 9. كنت عيل بس راجل، كنت طالب بس شاطر. الصبح بدري كنت أشوف الفلاحين على رزق 9، والجيران كانوا طيبين زايدين محبة، والأصول كانت زايدة حبة. لو أستاذي شفته من بعيد كنت بسرعة أجري أستخبى. الكبير كان له احترامه، الكبير كان له احترامه، وبنت المنطقة لما تعدي غصب عننا يتمنع الكلام. والمساجد مليانة ناس، صياد بالشبكة فلاح بالفاس، والجار جدع وكريم. صياد بالشبكة فلاح بالفاس والجار جدع وكريم. رمضان زمان، رمضان زمان كنا بنحس بيه، والعيد فعلا كان سعيد، والصاحب كان سند تتباهى بيه. والخير لو قليل
الخير الاولاني لبركه ربنا تلاقيه يزيد. دلوقتي راح زمان والمكان مليان غبار والجيران مش طايقه بعض والصاحب بقى غدار. والجيران مش طايقه بعض والصاحب بقى غدار والايمان من قلوبنا هج وطار. والادب ما بقاش موجود والحسد عمه زاد. الادب ما بقاش موجود والحسد عمه زاد وبصراحه عدى الحدود. يا رب بارك في عبادك وارزقنا رحمتك وكرمنا بالخير وارزقنا جنتك.